أقول لمنتخب السيدات المنتخب السوداني هارد لك، ونحن فخورين بكم بالحصل رغم النتيجة الكبيرة، لكن أول مشاركة بالتأكيد الجاي أحلى، ما نكون هدامين. شايفين البنات يعني لأي درجة كانوا متحمسين، لكن إن شاء الله القادم أحلى. نعود إلى أمريكا مرة أخرى ونشوف الاتحاد السوداني لكرة القدم الأمريكية اللي أنشئ هناك وعمل 19 دورة، القادمة هي 4 أو 5 سبتمبر هي الدورة رقم 19. نشاط كبير وجمهور كبير ومن جاليات مختلفة، خلونا نتعرف عليها أكثر على هذا النشاط من خلال أستاذ أشرف خيري، عضو مؤسس ومشارك للاتحاد السوداني الأمريكي لكرة القدم. مرحبا بك الورد عليك، والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف وجدت الأهل؟ والله كلهم بخير وطيبين إن شاء الله. العيد كان هنا مش كده؟ العيد كان هنا. جميل، أجمل عيد طبعا عيد الضحية للسودان. تحية لقناة الهلال نيابة عن الاتحاد السوداني الأمريكي كرة القدم برئاسة الأستاذ كمال جعفر. أشكر قناة الهلال على الاستضافة وتسليط الضوء على الاتحاد والنشاط الرياضي الأمريكي. مرحبا. يسعدنا إنه حواء السودانية موجودة حتى هناك في مجالات كانت حكرا على الرجال إلى وقت قريب. الأستاذ نجاد السيد أحمد، سكرتير الاجتماعي والثقافي للاتحاد السوداني لكرة القدم الأمريكية. مرحبا بكم ومرحبا بقناة الهلال وشكرا للاستضافة، وإن شاء الله نكون يعني ضيوف خفيفين عليكم كذا. أهم حاجة في فريق سيدات، والله نحن الدورة حقتنا دي فكرنا في حاجة زي دي، تخيل في أمريكا وما في يعني كرة طائرة. في كرة طائرة فقط. أيوة. جميل. الكرة الطائرة إن شاء الله لقدام حتشارك فرق نسائية. إحنا غيتوا مع لكن لسه في ناشئين، الناشئين دي ما حددنا يكون يعني أطفال من عمر 7 ل 16 الجنسين هسه مشاركين في الدورة 19. احنا غيتوا نقول نتأسس فريق النساء، أنا وسهام مدعوين عندكم جدا والله. على طول نجيكم طوال نسيكم. كرة القدم الأمريكية صعبة يا أم، خلينا في حاجة. لا لا، ما اللاعبين كلهم سودانيين، ما تخافي كلهم سودانيين بالمناسبة. بتمتاز بالعنف طبعا. أكيد. مؤكد يعني كده في البداية عايزين ملمح عام عن كرة القدم الأمريكية، يمكن بعض الناس ما بتفرق بينه وبين كرة القدم العادية، إيه الفرق يعني وكذا. هي طبعا تستخدم فيها اليد الأيدي. نعم. والقدم المؤوسل، فهي هي مسميها فوتبول ولكن تستخدم فيها الأيدي، فيها قوانين كثيرة طبعا مختلفة. يعني قاعد تعمل خلط للناس اللي بيجوا هنا سنة كرة قدم. شوية كده. أيوة. ما نكلم. ما في عنف شوية. هي بالذات. عنف شديد. يلا عندهم كرة القدم دي السكر دي ما كده عليها شديد يعني. صحيح. رغم من السودانيين. ما عندهم الباسكت نمبر 1 طبعا. باسكت طبعا نمبر 1 أيوة. صحيح. لكن يعني أستاذ أشرف إحنا حابين نجيك بشكل يعني أقرب للصورة وتكوين الاتحاد الأمريكي السوداني، يعني ممكن مفهوم كبير ويعني جمع ما بين ثقافتين وجمع بين رياضتين كل واحدة عندها تاريخ الكبير. أنتوا من الثمانينات بديتوا الاتحاد وعشرين سنة من وجود هذا الاتحاد، عرفنا عنه أكثر وعن الكيان المتمثل فيه، وخاصة ممكن أستاذة نجات ذكرت أنه هو حتى اللعيبة كلهم سودانيين، نشاط كبير دور كبير قمت به وعرفنا عليه. طيب الهجرة بدأت الرياضية تقريبا بدأت في نهاية الثمانينات بداية التسعينات، ممكن من الأسامي كل الشعب السوداني اجتمع له الدكتور علي قاقرين، واحد من الناس اللي أسسوا الفرق الرياضية في مدينة نيويورك. بعد ذاك زادت الهجرة بتاعت اللعيبة، كان في هلال مريخ في الولايات مختلفة، وكانت الفكرة أنه عبارة عن نشاط رياضي علاقة وثقافي بين الأصدقاء واللعيبة، فبدأت كدورة حبية في 2002 تقريبا، شارك فيها 4 ولايات اللي هي كانت ولاية فيرجينيا وولاية فيلادلفيا المستضيفة ولاية نيويورك ولاية نيو جيرسي الدورة الأولى. الدورة الثانية برضو كانت في فيرجينيا وبرضو كانت فيها 4 ولايات دي. الدورة الثالثة كانت في فيلادلفيا وزادت عليها ثاني ولايتين. نشاط رياضي كثيف موجود في مناطق متفرقة طبعاً. يعني ونحن طبعا بنشاهد انه زيادة الهجرة السودانية للولايات المتحدة الأمريكية زادت في فترة التسعينات والألفينيات، فبقى عندنا جالية سودانية كبيرة جدا جدا. ففي 2004 قيمت الدورة في نيو جيرسي، وقام الأستاذ نادر إبراهيم مالك مشكورا بتسجيل الاتحاد كاتحاد رسمي في دوائر الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبقى عندنا اتحاد رياضي سوداني أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية. واستمر النشاط سنة بعد سنة وزيادة في عدد الولايات المشاركة إلى أن وصلنا إلى 21 في
الدور القادم إن شاء الله في ولاية نورسكارلانيا جينيسبورغ. يعني الدورة الجاية دي حيكون فيها 21 ولاية مشاركة. 21 ولاية. 21 فريق. من الحضور برضو. والوجود السوداني. أيوة. ممكن أستاذة نجاد أنت كسكرتيرة الاجتماعي للاتحاد يعني بتقع على عاتقك الكثير من المسؤوليات. 21 ولاية من الأخوة والأخوات السودانيين حيكون هم داخل الكندا. كيف قادر؟ يلا أساسا هو الاتحاد الأمريكي السوداني للكرة مؤسسة يعني ما ربحية. الهدف بتاعه إنه الكرة كرة القدم وبعد ذاك النشاط الثقافي الاجتماعي اللي هو يعني ده تخصص ولا توصيد للعلاقات قياده وتوطيد العلاقات بالضبط كده. غير انه الكره كره القدم الاسر قاعده تتلاقى وبعدك فيكم برامج يعني الدوره الفاتت احنا هنا بيكون دورتين. الدوره الفاتت كنت موجوده هناك ويعني نستغني الحاجات دي بس كان بسبب الكوفيد حصروا من عدد الناس وكده ويعني كده ادوهم بروتوكول انه يمشوا به فما كل الناس شاركت وما كل الأسر كان الأطفال بيشاركوا لكن ما توقفتوا يعني ما توقفنا نعم. وكانت ناجحة جدا الدورة اللي فاتت دي كانت ناجحة بكل يعني المقاييس التركيز برضو على الاجتماع في زي اليوم الافتتاح بيكون فيه فرق الفنون الشعبية وبيكون الختامي فيه فنان وبتكون في حاجات في رائدات النساء بيكون عندهم زي اسواق خيريه وكده ممكن ده جانب حابه اضيف معك يا استاذه نجات انه خليت المراه السودانيه تكون حضور تكون هي ذاتها متحمسه للدورتين وللافتتاح وللختام انها هي تكون قاعده وشايفه ابنها او زوجها هم صح. مشاركين قدرتوا تصنعوا علاقات نسائيه اكيد يعني ولدت حاجات ثانيه ولدت افكار جديده من هذا الاتحاد المجتمع النسائي داخل الاتحاد الامريكي السوداني داعم بصوره يعني مبالغه بعدين هسه وجود اثنين في الدوره دي في المسؤول الاعلامي هي دكتوره بتول دي برضو يعني مثلا ده عنصر نسائي موجود وانا الاجتماعي الثقافي لذلك يعني قاعدين نتصل عليهم وبنشجعهم وهم اساسا ما مقصرين يعني قبل ما نحن نكون في الدورات دي قاعدين يجوا ويقدموا يعني حاجات جميله جدا فترابط وفي ناس عملوا علاقات في نساء عملوا علاقات من الدورات اللي بتمر عليهم ديل بيجوا تتواصلوا وكده فيعني شغل كبير يعني ما حاجة سهلة يعني نعم. غير الكورة يعني اجتماعيا برضو جميل. اجتماعيا دي أستاذ أشرف عايزة اطمئن على الجالية السودانية هناك التجمع بيكون من كل الولايات انتوا في أي ولاية تحديدا بتقيموا الدورة دي هي الدورة طبعا تقيم بالترشيح أو بطلب من الولاية من الولاية هي اللي بتطلب هي بتطلب أو بترشح بتعتمد على عدد السودانيين الموجودين فيها مثلا أكيد. واحدة من الشروط أن يكون فيها فريق مشارك في الدورة عن طريق الاتحاد يرشح الولاية اللي يقام عليها النشاط ده جانب من تدريب الناشئين مش كده؟ ده واحدة من أهداف الاتحاد ساس في دي أي دورة دي؟ ساس في الاتحاد ذاته خيارة الأستاذ كمان جعفر ده واحد من الأهداف اللي بنرميها لمستقبل الاتحاد أنه نقدر نجيب نورث كارولينا يعني حتى غير الجيال هي كرويه بتدخل الاطفال في بعض بيعرفوا ثقافتنا السودانيه وعاداتنا وتقاليدنا بنوا علاقات برضو واحده من الاهداف بيجوا يتواصلوا بعد صح الكوره برضو ممكن هم كلهم صغار في العمر شويه يعني بعدين تنبيه لانه هسه في الدوره دي 6 فرق للناشئين فقط من عمر 7 ل 16 مشاركين في الدورة 19 يعني هي في ناشئين وفي كبار أيوة وهسه قدماء بقت الدورة دي أول مرة يكون فيها فرق مشاركة 6 وفي الدورة العادية دي بتاعت الكورة وفي قدماء دي للناس الكبار الزمان خلوا الكورة عملوا لهم برضو قدماء اللاعبين أيوة قدماء اللاعبين الموجودين بأمريكا مشاركين في الدورة 19 نتكلم عن تاريخ 20 سنة للاتحاد تقريبا نعم. الآن في 2009 أنا كنت حكم لمباراة بين ناشئين فيلادلفيا وناشئين فرجينيا 2009 2016 هم كانوا اللاعب الأساسيين في الولايتين الناشئين دول الناشئين أصبحوا هم اللاعب الأهداف الأهداف ليست فقط كروية أو رياضية فقط لكن أيضا اجتماعية وتجمع السودانيين الموجودين ككيان واحد الناس تعرف بعض أكثر تعرف مشاكل بعض وتجيب مع بعض الجانب ده مهم جدا لكن فاصل ومن ثم فاصل هذه دعوة لكل الجماهير الرياضية والأسر الكريمة مقدمة لكم من الاتحاد السوداني الأمريكي لكرة القدم
الاتحاد السوداني الأمريكي لكرة القدم يرحب بكم في دورته 19 ساسف بولاية نورث كارولينا مدينة غرينسبورو. في الفترة من 4 وحتى 5 من سبتمبر 2021 الاتحاد السوداني الأمريكي لكرة القدم موسم من مواسم الجمال، معارض تراثية، مسرح، مناشط ثقافية، منافسات رياضية، ليالي غنائية، مسابقات وجوائز قيمة، بالإضافة إلى البرامج الترفيهية. تشاركونا، تجونا وتشرفونا. مرحبا بكم. بالله جميل جدا. صحيح ملمح عام من الجانب دي الملامح العامة يا جلال. ما هو طبعا صحيح. اتحاد رياضي ثقافي اجتماعي بيشمل كل حاجة. سفراء السودان يعني من خلال المشهد اللي شاهدناه بنحاول نمثل السودان، بنحاول نوري العالم انه نحن الحصان الاسود، ليس فقط رجل افريقيا المريض. اكيد واحده من الاهداف المهمه. واحده من الاهداف. تكلمنا عن الاهداف. يمكن الجاليه السودانيه تكون الجاليه الوحيده اللي عندها اتحاد، او يمكن جاليه وجاليتين، الجاليه الاثيوبيه والجاليه السودانيه، هي الجاليتين الوحيده اللي عندها اتحاد رياضي او عندها مشاركات اجتماعيه مختلفه من مختلف الولايات. فهذا حتى عند الأمريكان حاجة كده بالنسبة لهم حاجة جميلة جدا جدا، إن يشوفوا كالتشر جديدة وعادات وثقافات بتاع المجتمع تانية. ففي تحظر حضور جماهير من الأمريكان الدورة نفسها، حضور من جاليات أخرى ومن الأمريكان، ليس فقط مقتصرة عليكم. في حضور دي فرصة وسانح للتبادل الثقافي والاجتماعي خالص مع كل الجاليات الموجودة وكذا. طيب. خاصة إنه المجتمع السوداني معروف اجتماعي متكاتف جدا بالتأكيد. ممكن يعني أستاذ أشرف، أنا يعني قبل ما أجي لأستاذ نجات حابين نرجع لعشرين سنة اللي ورا، حابين نعرف أول عام أقيمت فيه هي فعاليات هذا الاتحاد وفي أي مدينة والبدايات، عشان أكيد يعني خارج عشان تعمل اتحاد وترتيباته محتاجة كثير من الجهود، وأكيد في كثير من الشباب السوداني تكاتف لإيقاف هذا العمل ووصوله لليوم أن يكون في شباب وناشئين طلعوا وصلوا مرحلة أن يكونوا لعيبة محترفين. كلمنا عن أوائل البدايات. أوائل البدايات كانت في 2001، كانت في مدينة فيلادلفيا اللي هي كانت شاركت فيها 4 ولايات، هي فرجينيا ونورث كارولينا، سوري فرجينيا ونيويورك نيوجيرسي وفيلادلفيا الدولة المستضيفة، الولاية المستضيفة. دي البداية. التأسيس تقريبا بعد 3 دورات اللي هي في الدورة الرابعة اللي كانت قيمة في نيوجيرسي، وكان الأستاذ نادر ابراهيم مالك واحد من الساعة في تأسيس الاتحاد، تسجيله كاتحاد رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية. استمر الاتحاد سنويا، واستمر زيادة عدد الولايات المشاركة في كل سنة. يعني ممكن نستقبل 2 لـ3 ولايات جديدة تيجي تشارك في الاتحاد، إلى أن وصلنا إلى الآن إلى 21 تقريبا في الدورة القادمة اللي هتكون في نورث كارولينا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وتعاقب على رأس الاتحاد تقريبا بداية كان إبراهيم مالك سوري في ولايتين، بعد جاء الأستاذ إبراهيم حبيب الله، فيصل حبيب الله شارك فيه تقريبا برضو، وشارك الأستاذ إبراهيم قعوق برضو في إدارة الاتحاد. الآن الأستاذ كمال جعفر تقريبا، والدكتور هشام برضو من الناس اللي كانوا رؤساء الاتحاد. أستاذ نجاد، أكيد الدورة 19 مختلفة تماما، في جديد، في ضيوف مشاركين مختلفين. هذا العام دايما إحنا بنتلافى السلبيات اللي ماضية وبنحاول نبرزها. كمان في سؤال مهم، دورة بالحجم ده محتاجة لتمويل كبير جدا، فقط من الجالية ولا السفارة بتدعمكم ولا بتلجأ لمين؟ لا ما السفارة، لأن السفارات الفاتت يعني كانت بتدعم الفريق. أنا ما كنت عايز أقول المعلومات دي، وهو فريق انشقة من الاتحاد ذاته
وما فيها السفارة بتدعم، لأن السفارة عن العهد البايت كان الناس ضد انها تدعم الكوره وكذا. صحيح، كان في تدمير للسودانيين داخل السودان. أيوة. وخارج السودان. فهسه طبعا السفاره دابا جديده وما اظن يكون عندهم حاجه، فما مطالبين انهم غير انه هسه ضيوف شرف. هسه حتكون ضيفه شرف امير عقارب، هو السفير هسه في واشنطن، حتكون ضيفه شرف للدوره دي. لكن التمويل من أشكال الدعم. ايوه التمويل الفرق ذاتها قاعد يعني تساهم، مثلا المدينه الفريق المشارك بيقوم يدوم، المهم يساهموا بمبلغ محدد كده. في اشتراكات. بعد ذاك في اشتراكات. يعني الناس قاعد تدعم، غير الاشتراكات الناس بتدعم، يعني الناس رجال أعمال موجودين هناك، الناس اللي بيحبوا الكورة والرياضة قاعدين نتصل عليهم وبيدعموا الدورة. والدورة بتكون ناجحة يعني طبعا بالحاجات دي. يعني يهمنا جدا أنها تكون بالشكل اللائق بالسودان ومشرف للشكل السوداني. طيب مين الضيوف المختلفين هذا العام؟ يعني هذا العام الضيوف المشرفين الدورة دي السفير السابق نور الدين ساتي، وفي أمير عقارب، وفي قاقرين، و دكتور قاقرين الرمح الملتهب، رمح أيوة الهلال الملتهب. أيوة. هم طبعا كتب لي مجموعة من المشاركين، لأنه أنا ما موجودة هسا. ما في أجانب يعني؟ موجودة لا أجانب، الأجانب دول قاعدين يجوا يعني برام، لكن هم قاعدين يذكروا سفارات أخرى بتدعوها. أيوة بيذكروا الناس الموجودين كالسودانيين، ناس قدماء يعني بيكونوا لاعبين زي قاقرين وسانتو. وهسي في واحد ما عارف أشرف منه المقدم لفيزا وما أدوه، هسي بتمنى أن يدوها له برضو ذكروا فاضل سانتو. فاضل سانتو أسي هو المفروض يتحرك يحضر الدورة دي. ما حاولت يا أستاذ أشرف تعملوا توأمة بين فرق أمريكية ومعانا باعتبار اكتساب خبرات، إنه ننقل اللعبة والله للسودان؟ هو الهدف الأول كان الهدف الأول للاتحاد هو مشاركة الجالية السودانية هناك. يعني كانت هي الفكرة الأساسية للاتحاد إنه يكون في تجمع للجاليات في ولايات مختلفة في منطقة واحدة في في في, في, في أيام معدودة، يعني نتكلم عن يومين تقريبا. فهي مختصرة بس على الجاليات السودانية. نعم. يعني صعب انك تنفتح على او يكون في انفتاح على جالية ثانية او يكون في مشاركات من جاليات اخرى. يعني انت تتكلم عن يعني لو قلنا 10 فرق شاركت في يومين، فاعتقد شوية ضيقة المدة الزمنية ان يكون في مشاركات اكثر منك. نعم بالتأكيد، لكن دائما الجانب الرياضي يعني هو لا ينفصل من الجانب الثقافي والاجتماعي. أكيد خلال الافتتاح والختام تم اكتشاف بعض المواهب السودانية اللي هي قنائية، العازفة، الروائية، المثقفاتية. الجانب ده كيف لقيتوه خلال الدورات وأيام الافتتاح وأيام الختام؟ بيكون في بعض المواهب موجودة، ولكن ما كان عندنا برنامج خاص لهم مركز عليهم، فدائما كنا بنعتمد على المطربين المعروفين، استاذ عمر بن نجا، الاستاذ اسامه الشيخ، الموجودين داخل الولايات. فدول طبعا كاسماء بهمنا حضورهم ومشاركتهم في الدورات. نعم متاكد. ده بدليل انه هسه الافتتاح بتاع الدوره 19 حتكون فيه فرقه فنون شعبيه، يعني برضو دي بتعكس الثقافة. نعم. والحاجات فيها زولة فنان اسمه ميمة وواحد اسمه شاهين، والحفلة الختامي في فنان صاعد اسمه جبر الله موجود في أمريكا. حيكون اليوم الختامي بيو، يعني برضو الفنون الشعبية دي حاجة بتحكس الكلشر بتاعتنا. عن الفنون الشعبية أستاذ نجاد، يعني أنا بلاحظ دائما المرأة السودانية في المحافل بترتدي التوب داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ودي حاجة جميلة جدا. ولكن يعني في خواتيم هذه الفقرة يعني من الملاحظ أن أنتوا وسحتوا الفكرة وامتدت للعديد من الولايات، هل في تفكير لتوسيع الفكرة يعني لتركيز مثلا على المواهب القنائية، توسيع الفكرة أن يكون هنالك برضو يعني جزء خيري للمناسبات لدعم السودانيين في الأطراح وفي الأفراح، وتوسع الفكرة بشكل عام؟ يلا دي أساسا موجودة. يعني مثلا عندنا بيقول عليهم نساء، يعني مين بيعمل أسواق خيرية وفي عايد بيرجع لدعم الدورة ذاتها. دي يعني من زمان كانت موجودة، يعني في نساء مش بيقولوا رجل أعمال، نساء أعمال يعني سيدات أعمال أو سيدات أعمال. فديل مشاركين يعني من زمان. بعد ذاك كشف المواهب دي، يعني مثلا في مدينتنا مثلا احنا عرفنا انه في اطفال بيلغوا شعر وكده وشنو السنه اللي فاتت،
بس كان الحاجة الكوفيد يعني أثر على الحاجة دي. الفاميلي رفضت إنها تمشي وكذا مع أطفال وكذا، يعني بيكون في ناس محصورين. ده السبب المنع من إنه في حاجات مفروض تنعكس وما عكسناه. لكن استيل بيشاركوا يعني الفنانين، الفرق بتاعت الفنون الشعبية بقدر الإمكان دارين حاجات للناس اللي بيجوا يحضروا الدورة دي، دارين نحكس لهم حاجاتنا يعني. فدي الحاجة يعني مثلا عشان كده قلنا في البداية التعريف بتاع الاتحاد ذاته غير انه بس لكرة القدم، ثقافي اجتماعي يعني لعكس الحاجات وعكس الكلتشر بتاعتنا. فدي عمل زي ما قلت عمل كبير جدا، ونتمنى للدورة دي انه نحن بعيدين منهم لكن نتمنى لهم النجاح يعني، واكيد الدورة دي حتكون ناجحة. بيقولوكم وبالدعوات من بعيد كلهم نيات لكم بالتوفيق، وانتم سفراء السودان وبتحكسوا اشياء جميلة جدا ودائما بنفخر بكم. شكرا جزيلا استاذ اشرف خيري، شكرا جزيلا استاذ نجاد، سيد احمد، شكرا لكل اللي تابعونا من خلال هذه الفقرة، وشكرا لكل السودانيين في كل أنحاء العالم اللي بيحاولوا دائما يكونوا خير سفراء للسودان والجالية السودانية بأمريكا. نعتمد عليكم كثيرا في القادم لسودان أفضل، تطور علاقات أجمل، عكس الصورة مشرقة بصورة جميلة. صحيح. أنتم السفراء وأنتم الأمل، إن شاء الله بكرة أحلى. نعم بالتأكيد سيام، ولكن إحنا متواصلين في مشوارنا المسائل اليوم. فاصل قصير وعودة لكم من جديد، خليكم قراب ما تمشوا بعيد.